السلام عليكم. قبل ما أبدأ بشرح هذه المحاضرة، أحب أنوه أنه بصندوق الوصف راح تلقون المحاضرات القطع والقصص، القطع الاستيعابية والقصص الستوري تايم الموجودة بكتابكم الصف الثالث المتوسط، موجودة كلها بتسلسل. فإذا تكمل من هذه المحاضرة بإمكانك تروح لصندوق الوصف وتختار أي فيديو للقطع، راح أجمعها كلها بقائمة واحدة. ايضا ممكن تدخل لقوائم التشغيل وتختار قطع او قصص الثالث المتوسط، راح اسميها بهذا الاسم، وتكون كلها في مكان واحد. بامكانك تستفاد من هذه الخاصيه. يعني اذا انت بهذا الفيديو لاول مره ممكن راح تسال وين البقيه، موجودات بصندوق الوصف. يونت 5 لسن 3 read all about it. اليونت الخامس الدرس الثالث اقرا حول الموضوع. هذه القطعة الاستيعابية هي عبارة عن أخبار بجريدة العراق الصباحية، بها ثلاث أخبار راح نقرأهن ونترجمهن ونحل الأسئلة الوزارية المتعلقة بها. خبرنا الأول يقول: The Iraqi Minister of Education arrived in London yesterday for the International Education Conference which will take place at the Park Lane Hotel today. شلوني بال أخبار سيد. وزير التعليم العراقي صلوات شبي arrived وصل وين؟ لندن. شو وقت؟ البارحة. ليش راح؟ شي يسوي؟ حتى يحضر المؤتمر الدولي للتعليم اللي سيعقد في فندق البارك لين اليوم. إذن شو وقت وصل؟ البارحة. وين وصل؟ لندن. شي يسوي هناك؟ راح يتونس. The focus of the meetings. تركيز الاجتماعات is to discuss لمناقشة educational development programs. لمناقشة برامج تطوير تعليمية. Between countries. بين البلدان. The minister. وزيرنا المبجل. Will suggest. سيقترح. Opening English schools. فتح مدارس تعليم لغة إنجليزية in Iraq بالعراق. To develop لتطوير English language learning تعليم اللغة الإنجليزية. The British Minister of Education وزير التعليم البريطاني welcomed رحب يا أهل بالوزير العراقي the Iraqi Minister at the airport بالمطار before escorting him to the conference venue قبل أن يرافقه لمكان المؤتمر. خبرنا الثاني راح يكون عن افتتاح مدينة رياضية من قبل وزير الرياضة. ما شاء الله الوزراء اليوم ملتمين. The Sport Minister وزير الرياضة opened افتتح a new sport city مدينة رياضية جديدة. When? In Basra yesterday في البصرة البارحة. البارحة ما شاء الله يشتغلون الوزراء. وزير الرياضة افتتح مدينة رياضية في البصرة البارحة. The new city هذه المدينة الرياضية cost كلفت اجينا للثقيل 1 billion Iraqi دينار مليار دينار عراقي and took 3 years واخذت 3 سنوات to build للبناء. طبعا هاي المليار هم صرفوا 100 مليون وعلى المدينة و 900 وش قد المليون؟ 6 صفار والله ما ادري. وهاي 900 بجيبهم ما شاء الله ما شاء الله بلا حسد يعني ما نريد نحسدهم بالعافيه عليهم. He spoke to the youth and community representatives before opening the sport city at 11 o'clock. تحدث الى مندوبي اللجان المحليه والشبابيه قبل ان يفتتح مدينه رياضيه الساعه 11. اذا وزير الرياضه فتح مدينه رياضيه جديده بالبصره البارحه. المدينة كلفت مليار دينار عراقي وأخذت 3 سنوات للبناء. وصل هو الساعة 10 وافتتح المدينة الساعة 11 ورا ما حجالش كم حجاية قشمرهم بيها وتمالا. خبرنا الثالث عن ولد ينقذ طفل. Boy saves child. A boy from the UK. ولد من المملكة المتحدة جماعة انجلترا وربعهم. Was a hero. كان بطل yesterday البارحة. ما شاء الله كلها البارحة صار.
when he saved عندما أنقذ a child طفل from a dangerous animal من حيوان خطير. The child's mother والدة الطفل أو الطفلة إسراء البياتي اسم هاي الأم 26 سنة عمرها told our reporter أخبرت المندوب الصحفي مالتنا I was going to the shops with my daughter Selma. كنت رايحة كنت ذاهبة للأسواق ويا بنتي سلمى. She is just 5 years old. وهي عمرها بس 5 سنوات. We were walking across the park. كنا نمشي نعبر البارك. البارك يا أما متنزه أو جراج. And Selma was playing with a ball. وكانت سلمى تلعب بكرة. تمشي وتلعب ويا الكرة بيدها. Suddenly فجأة a big black dog. كلب أسود كبير run up to us إجا يركض علينا it seemed very angry كان شكله هيك غاضب and it barked at Selma ونبح على سلمى then it jumped on her بعدين قفز عليها قمز and knocked her down وقعها بالقاع it was horrible كان الأمر مخيف يا بش قد خفنا a boy was playing football nearby كان ولد أكو يلعب طوبة قريب من عندنا He kicked the ball, ركل الكرة, ضربها at the dog, على الكلب. The ball hit the dog, ضربت الطوبة الكرة بالكلب hard, قوية كانت الضربة, and it ran away. وراح انهزم وانقلع. The boy was John Smith, 13. الولد كان اسمه John Smith, عمره 13 سنة, who is in Iraq for a 1 year with his family. جاي للعراق. يقضي له سنة ويا عائلته. هذول صدق يحجون يعني والله عجيب. جون سيد افترورز قال جون بعدين I'm not a hero. يا معودين شبيكم قبل سويتوا السالفة كبرتوها. أنا مو بطل يعني. I saw the little girl was in trouble. شفت البنية بمشكلة. So I kicked the ball. ضربت الطوبة الكرة. At the dog. على الكلب. It was a lucky shot. أصلا هي الضربة بالحظ جت بي. جون plays in the football team at Baghdad International School. جون يلعب في فريق كرة القدم بمدرسة بغداد الدولية. Write answers to these questions. اكتب أجوبة لهذه الأسئلة. Where did the Iraqi Minister of Education arrive and when? إلى أين وصل وزير التعليم العراقي ومتى? In London yesterday. يابا وصل لندن البارحة. What did the meeting focus on? على ماذا ركزت الاجتماعات? On discussing Educational Development Programs Between Countries مناقشة برامج تطويرية تعليمية بين البلدان What was the minister's suggestion? What was the minister's suggestion? ماذا كان اقتراح الوزير? Opening English schools in Iraq to develop English language learning فتح مدارس تعليم لغة إنجليزية لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في العراق Who welcomed the Iraqi minister at the airport? من رحب بالوزير العراقي في المطار? The British Minister of Education. وزير التعليم البريطاني. What did the sports minister open in Basra? ماذا افتتح وزير الرياضة في البصرة? He opened a new sports city in Basra. افتتح مدينة رياضية جديدة في البصرة. How much did the sports city cost? How long did it take? كم كلفت؟ المدينة الرياضية وكم استغرقت وقت البناء The new city cost 1 billion Iraqi dinar كلفت 1 مليار دينار عراقي وأخذت 3 سنوات للبناء When did the sports minister arrive? متى وصل وزير الرياضة؟ وصل الساعة 10 He arrived at 10 Why was the boy from the UK called a hero? لماذا سموا الولد هذا من المملكة المتحدة بطل؟ Because he saved a child from a dangerous animal لأنه أنقذ طفله من حيوان خطير What was Selma doing at the start of the story? ماذا كانت سلمى تفعل في بداية القصة? She was playing with a ball What did the dog do first? ماذا فعل الكلب أولا? It ran up to her and barked ركض عليها ونبح والله مسوي له أهمية منطي سؤال What was John doing at the start of the story? ماذا كان جون يفعل في بداية القصة? He was playing football كان يلعب كرة قدم What did John do? ماذا فعل جون? He kicked the ball at the dog. ركل الكرة على الكلب. نماذج الوزارية نشوفها.
Where did the Iraqi Minister of Education arrive? إلى أين وصل وزير التعليم العراقي؟ Answer أجب. In London. وصل لندن. What did the Sports Minister open in Basra? ماذا افتتح وزير الرياضة؟ He opened a new sports city. The sports city took. المدينة الرياضية أخذت 3 سنوات to build. 3 years to build. Choose. اختار. 3 سنوات للبناء. How long did the sports city take? كم استغرق بناء المدينة الرياضية؟ It took 3 years to build. أخذت 3 سنوات للبناء. The sports minister opened a new sports city in Baghdad. وزير الرياضة افتتح مدينة رياضية في بغداد. خطأ. هي كانت في البصرة. انتهت القطعة هذه الاستيعابية. أتمنى هذا الشرح البسيط كان كافي لكم وفهمتوا الدرس. شكرا للجميع.